التكنولوجيا دلوقتي بقت موجودة في كل جانب من جوانب حياتنا اليومية، وده طبعا خلى من الصعب علينا الاختيار بين الأجهزة بسبب الاختيارات اللامتناهية اللي عندنا. ولما يكون الموضوع متعلق بالتلاجات فهي دلوقتي ما بقتش زي ما كانت من 20 سنة، لأن احنا دلوقتي ما بقيناش بنختار تلاجة لمجرد انها تجمد وتسقع الأكل والمية وخلاص، لا ده احنا بقينا بندور على تلاجة تكون متناسبة مع ديكور المطبخ وفيها أحدث المميزات اللي تكون مناسبة لاحتياجاتنا وميزانياتنا. ومع وجود ملايين الاختيارات في السوق بقى من الصعب ان احنا نختار الاختيار الصح، وعلشان كده انا عملت الفيديو ده كدليل شراء مفيد لاهم الخواص والتكنولوجيات اللي لازم تكون موجودة في التلاجة وايه الاحسن والمين. فيلا بينا نبدأ. اهلا بكم في فيديو جديد من اشرف تيك توك، يا رب تكونوا كلكم مبسوطين وبخير، وان شاء الله نخلص من موضوع الكورونا ده في اسرع وقت، نرجع تاني لطبيعتنا ونرجع نخرج ونتفسح ونعمل كل اللي نفسنا فيه. طبعا التلاجات من السلع المعمرة والاساسية جدا في كل بيت واللي لازم نختارها بعناية، لان دي حاجة احنا مش بنشتريها كل يوم ولا حتى كل سنة، ولازم نعمل حساب الزمن ونبص لقدام واحنا بنشتريها، لان الخواص والحاجات اللي ممكن ما نكونش محتاجين لها دلوقتي جايز جدا ان احنا نحتاج لها بعد كده ونرجع نندم على اختيارنا. ولذلك انا هتكلم معاكو عن كل العناصر المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا بنختار التلاجة اللي هنشتريها، سواء اذا كانت دي اول تلاجة لينا او اذا كنا بنجدد نتيجة ان اللي عندنا باظت او ما بقتش بتكفي لاحتياجاتنا اليومية. واول عنصر هو عنصر الشكل والتصميم، واللي بيفرق حسب استخدام كل اسرة وفيها كم فرد، واللي اكيد بيكون ليه تأثير على استهلاك الكهرباء، لان استهلاك الكهرباء من العوامل المهمة جدا في اختيار التلاجة، لان طبعا التلاجة بتفضل شغالة على طول وما ينفعش تتقفل، وفي نفس الوقت الكهرباء ما بقتش رخيصة خالص اليومين دول. وفي 5 تصميمات مشهورين جدا للتلاجات، وطبعا كل تصميم ليه عيوبه وليه مميزات، واول تصميم هو تصميم الباب الواحد او الوان دور، واللي بيكون ساعته اللترية قليلة وساعة الفريزر بتاعه بتكون صغيرة جدا، وده الشكل التقليدي بتاع زمان، واللي بالطبيعة بيكون استهلاك الطاقة فيه قليل نتيجة لصغر حجمها، وبالتالي ممكن ما تكونش مناسبة لأسر كتير نتيجة لصغر ساعتها التخزينية اللي مش بتزيد عن 10 أو 12 قدم. وفي منها الميني بار واللي ممكن تكون مناسبة اكتر للمكاتب والفنادق والاماكن الصغيرة، وغالبا بتكون من نوع الديفرو واللي هنتكلم عنه كمان شوية هو والنو فروست. التصميم الثاني هو التوب فريزر، وده اكتر الانواع انتشارا واكتر كفاءة في استهلاك الطاقة، لان الفريزر بيكون معزول ومنفصل عن التلاجة، فبابه مش بيتفتح كتير زي باب التلاجة، وبالتالي بيحافظ على درجة الحرارة. ولكن اللي بيعيب التصميم ده ان دايما مساحة الفريزر بتكون صغيرة، ودي حاجة مش بتكون مناسبة للأسر الكبيرة او اللي بتجيب احتياجاتها بشكل شهري. التصميم الثالث وهو البوتوم فريزر، وده بيكون احسن من التوب فريزر، لان اغلب الشركات اللي بتعمل التصميم ده بتكبر في حجم الفريزر وبيكون اقرب للديب فريزر، وبيكون تبريده اقوى لانهم في اغلب الوقت بيعملوا له مطور منفصل عن التلاجة، فبتبقى بمطورين وبالتالي بتستهلك طاقة اكتر. التصميم الرابع وهو الفرنش دور، وبيكون الفريزر فيه تحت برضو، ولكن باب التلاجة بيكون مقسوم نصين قد بعض وممكن يفتحوا مع بعض، وطبعا بيخلوا فيه سهولة اكبر في التخزين ومساحة احسن بالاخص للاطباق والصواني الكبيرة. وفي بعض الشركات بتعمل في التصميم ده باب داخل باب او دور ان دور، وبيكون رائع في تخزين الحاجات اللي عليها طلب كتير زي مثلا ازاز المية والعصير، وده طبعا بيطول في عمر التلاجة وبيكون احسن في استهلاك الطاقة. وفي منها موديلات فيها صانع تلج ايس ميكر، وفي موديلات فيها مبرد مية ووتر اسبنسر، وفي موديلات فيها الاثنين، ولكن لازم ناخد بالنا ان استهلاك الكهرباء بيزيد بشكل كبير في حالة تشغيل الايس ميكر، وبالاخص لو شغال على طول، بالاضافة للموديلات اللي فيها توين كولينج او تبريد مزدوج، واللي ممكن تختار فيها كل نص وتشغله تلاجة او فريزر حسب احتياجاتكم. التصميم الخامس وهو السايد باي سايد او باب بجانب باب، وبتكون التلاجة مقسومة فيه تلت وتلتين بالطول، وبيكون تلتين للتلاجة وتلت للفريزر، وهي بتوفر مساحة مختلفة شوية للتخزين، واللي بتكون اريح لاغلب الناس، وطبعا في منه موديلات فيها باب داخل باب وايس ميكر ومبرد مية، وبرضو مميزات مبرد المية انه بيقلل من فتح التلاجة كتير، وبالتالي بيطول من عمرها الافتراضي وبيقلل استهلاك الكهرباء. واخر حاجة هي ان احنا لازم ننقي لون يليق مع ديكور مطبخنا علشان تكون متناسقة مع المكان وما يكونش شكلها غريب، وكل الشركات دلوقتي بتقدم مجموعة مختلفة من الالوان اللي بتناسب كل الازواج. وده كان بالنسبة للتصميمات المتاحة، وطبعا كل واحد بيختار التصميم حسب احتياجاته واحتياجات اسرته ومساحة المطبخ او المكان اللي هيتحط فيه التلاجة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناة علشان ما تفوتكمش الفيديوهات اللي هعملها الفترة الجاية عن افضل انواع التلاجات، لان طبعا شراء التلاجة دلوقتي بقى عامل زي العربية، في كمية اوبشنز واختيارات كتير جدا وهتكلم عنها في فيديوهات مقارنة التلاجات. نيجي بعد كده للعنصر الثاني، وهو برضه مرتبط بتصميم التلاجة، وهو ساعة تخزين التلاجة، وبتتقاس بالقدم المكعب، وفي الموديلات الحديثة دلوقتي بقت بتتقاس باللتر،
والقدم المكعب بيساوي 28 لتر و3 من عشر، ولازم نعرف طريقة الحساب دي علشان ما يتضحكش علينا. وكمان بطاقة تعريف الطاقة اللي بتكون ملزوقة على التلاجة الجديدة بيبقى مكتوب عليها حجم التلاجة، وده معناه حجمها الخارجي، وسعة التلاجة، وده معناه سعتها الداخلية. وهو ده الرقم المهم بالنسبة لنا، لأن ده صافي المساحة التخزينية الفعلية للتلاجة، مع العلم إن الفرد الواحد البالغ بيحتاج من سعة التلاجة من 4 لـ6 قدم، وهو مش قانون ولكنه دليل نقدر نحدد بيه بشكل تقريبي أقل سعة إحنا محتاجينها قد إيه. وطبعا اللي بيشتري لازم يكون عارف هو مثلا بيجيب احتياجاته بشكل شهري فهيحتاج مساحة تخزين كبيرة، ولا بشكل اسبوعي فهيحتاج مساحة اصغر شوية. ولازم نراعي برضو حجم الاسرة وكم فرد واحتياجاتهم، هل مثلا بنجيب لحوم واسماك كتير فمحتاجين تجميد قوي، ولا بنجيب فواكه وخضار اكتر فمحتاجين مساحة تخزين للفاكهة والخضار اكبر ويكون فيها خواص لحفظ الخضروات اكبر فترة ممكنة علشان تفضل طازة وما تتبلش. وكمان مهم يكون في امكانية تغيير اوضاع الرفوف ما تكونش ثابتة، لان ده بيدي حرية اكبر في التخزين. وتالت عنصر معانا هو عنصر استهلاك الطاقة او استهلاك الكهرباء. وطبعا علشان التلاجة ما ينفعش تتقفل ولا يوم واحد، فبالتالي لازم ناخد بالنا من بطاقة تعريف الطاقة اللي ملزوقة على التلاجة وايه البيانات اللي بتقولها. فاذا كانت بالنجوم فكل ما زاد عدد النجوم كل ما قل استهلاك الكهرباء، واذا كانت مكتوبة بالحروف والالوان فبتكون افضل فئة فيها هي الاي او الاي بلس بلس ولونها اخضر. وفي برضو بعض الخواص الحديثة او الاوبشنز اللي بتقلل في استهلاك الطاقة ولكنها بتزود في ثمن التلاجة ساعة الشراء، ولكن الفلوس الزيادة اللي هتدفعوها دي هترجع لكم مع الوقت واكتر كمان. زي رابع عنصر وهو الضغط العكسي او لينير كومبريسور وتكنولوجيا ديجيتال انفرتر، ودي تكنولوجيا جديده خاصه بالكومبريسور بتاع التلاجة ابتدت تستخدمها شركات كتير. وميزه التكنولوجيا دي انها بتحافظ على الفواكه والخضروات مده اطول، وكمان بتقلل صوت الموتور جدا لدرجه انه يكاد يكون مش مسموع، بالاضافه الى تقليل استهلاك الطاقه بشكل كبير ممكن يوصل لحد 50% اقل. والكلام ده حقيقي مش مجرد كلام عشان التسويق والبيع، لان التلاجات درجه الحراره جواها بتتغير ومش بتكون ثابته. وعلى سبيل المثال التلاجات العاديه اللي ما فيهاش الخاصيه دي، لما تيجي تفتح باب التلاجه عشان مثلا تجيب ازازه ميه ودرجه حرارتها تقل درجه او 2، الترموستات بيدي امر للموتور انه بيشتغل، فالموتور بيشتغل بكامل قوته علشان يرجع الدرجتين دول. ولكن الخاصية بتاعت الانفرتر تكنولوجي بتخلي الموتور يشتغل بدرجة بسيطة على قد الحرارة اللي فقدتها التلاجة، وبالتالي بتقلل استهلاك الكهرباء وبتحافظ على عمر الموتور اكتر. ولازم نحط في اعتبارنا ان احنا لو هنجيب تلاجة ما فيهاش مبرد مية يبقى لازم نعمل حسابنا في مبرد مية خارجي زي الديسبنسر او الكولمان او اي حاجة، لان تسقيع المية وفتح وقفل باب التلاجة كتير هي اكتر حاجة بتأثر عمر التلاجة وبتستهلك كهرباء. نيجي بعد كده للعنصر الخامس وهو تقنية الحفاظ على الاكل طازة وفريش، زي تقنية الديجيتال انفرتر اللي لسه متكلمين عنها. في برضو البلازما والبلازما كلاستر وغيرها من المسميات حسب ماركة التلاجة، ولكن في الاخر الهدف واحد وهو انها بتضيع الريحة وبتقتل البكتيريا وبتمنع تكون العفن في التلاجة وبتحافظ على الخضار والفاكهة مدة اطول، يعني بدل ما الخضار يدبل بعد 3-4 ايام ممكن يعيش لحد 15 يوم. وفي موديلات بيكون فيها غرفة الفريش فود وغالبا بتكون تحت الفريزر في التصميم التوب فريزر او فوق الفريزر في تصميم البوتوم فريزر، وميزتها انها بتحافظ على خواص اللحوم والفواكه. فلو مثلا لسه جايبين لحمة وهنستخدمها تاني يوم ومش عايزين نجمدها في الفريزر فبنحطها في الرف ده، فبنلاقي اللحمة مش بتجلد او لونها وخواصها بتتغير. سادس عنصر وهو الديفروست والنوفروست، وده اغلب الناس عارفاه لكن برضو حب اوضحه للي ما يعرفهوش. وهو النوفروست احسن علشان بيمنع تكون التلج جوه التلاجة، وبتوفر مجهود جامد جدا في حالة ان التلاجة تكون ديفروست والتلج يتحوش جواها، فبيكون في مجهود كبير جدا علشان نفك التلج ده ونشيله. واخر مجموعة نصايح احب اقولها لكم هي اننا لما ننقل التلاجة من مكان لمكان سواء من المحل للبيت او من بيت لبيت تاني، لازم نسيب التلاجة في المكان اللي اتنقلت فيه من 12-24 ساعة وبعد كده نشغلها، علشان ما يحصلش اي خلل في الفريون او في موتور التلاجة، لان الموتور ده بيكون جواه زيت والزيت ده ممكن مكانه يتغير نتيجة النقل، وده ممكن يعمل لنا مشكلة كبيرة جدا في التلاجة من اول يوم تشغيل ليه. وطبعا لازم ناخد المقاسات بتاعة المكان اللي هيتحط فيه التلاجة علشان ما يبقاش عندنا بعد كده مشكلة في المقاس، وبالاخص لو تصميم المطبخ نفسه معمول فيه فراغ مخصوص للتلاجة. وبرضه لازم ناخد المقاس بتاع باب المطبخ وباب الشقة، لان ممكن تكون التلاجة حجمها كبير وما تدخلش من الابواب اصلا. وبعد كده كل ما زادت الفترة بتاعة الضمان كل ما كان احسن، واغلب الشركات دلوقتي بتدي ضمان 10 سنين مش 5 سنين بس. وبكده نكون عرفنا ايه هي اهم العوامل اللي هنختار على اساسها التلاجة، وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، ونتقابل في حلقة جديدة ان شاء الله. سلام.